Welcome again. Branches of the private law, فروع القانون الخاص. Firstly, we have to define what is private law. And according to what we agreed upon, defining any law starting with the very simple terminology that identifying or that dictating that any law is considered a set of legal rules. بداية تعريف أي قانون كما اتفقنا سابقا على أن أي قانون يعتبر مجموعة من القواعد الحاكم التي تنظم regulating the relation among the legal person بين أشخاص بين الأشخاص بعمومها in general in one end of the spectrum بين الأشخاص سواء كانت طبيعية أو اعتبارية and the relation between the person and the states in its capacity as an ordinary person on the other end of the spectrum. مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض أو بين الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين زي ما هنشوف natural person and juridical person وبين الدولة ولكن الدولة هنا الدولة والسوبريمسي لا الدولة هنا with its capacity as an ordinary person بين الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون العادي يبقى زي ما اتفقنا الدولة هنا لها صفتين one it can be acting as an supremacy with sovereignty with the upper hand وهي مرتدية عباءة الحصانة والسيادة أو can act with its capacity as an ordinary person. The civil law is the origin of all branches of the private law. ده قاعدة يجب أن تكون واضحة في الذهن أن القانون الخاص على عكس ما يبدو أنه قانون خاص والقانون العام البعض يعتقد أن القانون العام أكثر اتساعا والقانون الخاص أقل ضيقا وده للأسف مفهوم مغلوط لا بالعكس القانون الخاص هو القانون المحيط هو القانون المتسع هو الذي يشمل كافة فروع القانون والذي منه اشتقت the first all the individual dealing were governed by the civil law but with the economic activity developing the need to formulate a special law for each type of dealing has emerged يعني القانون الخاص هو الذي كان يحكم الكل ثم بعد ذلك نشأ منه فروع من القانون على حسب احتياجات الأشخاص الاقتصادية نشأ منه labor law قانون العمل عشان يحكم العلاقات to a set of legal rules governing the relation between the employee and the employer مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين العمال وأصحاب أو أرباب الأعمال the commercial law a set of legal rules governing مجموعة القواعد التي تحكم ruling dealing مجموعة القواعد التي تنظم organizing regulating مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات سواء في مجال تجارة commercial law في مجال الملاحة البحرية maritime law في مجال في أي مجال من المجالات اشتق هذا الفرع من القانون عشان كده بنقول the civil law هو الأصل القانون المدني هو الأصل طيب القانون المدني الأب الرئيس تعريفه إيه the civil law the set of legal rules regulating the relation among the people in the society except as may be provided for by the other branches of the private law. نتيجة لاتساع وعمومية القانون بقى هو بنقول هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد في المجتمع عدا except as may be provided for by the other branches of the private law. عدا ما نظم بقانون خاص. عشان كده حتى هنلاقي بعض القواعد في القانون التجاري اللي بنعملها إحالة للقانون الخاص في
قانون عمل نملاقي حالة لقانون خاص. في قانون الملاحة البحرية نعمل إحالة للقانون الخاص باعتبار هو القانون الرئيس أو قانون الأصل أو قانون الأصيل. Indeed, all the other branches have stemmed from the stemmed from نشأت من stemmed from the civil law. طيب generally the civil code is concerned with two types of relation and ties among the people. قانون المدني في جميع فروع العالم أو في جميع أنحاء العالم عفوا هو معني بنوعين من العلاقات. معني بنوعين من العلاقات. Family ties and which known as personal status and financial relation. يعني معني بعلاقات الأسرة ومعني بالعلاقات المالية. القانون المدني في شتى أنحاء العالم معني بنوعين من العلاقات. Personal status and economic or financial status or financial relationship. ولكن عندنا في مصر لو نتذكر بقى زي ما أنا قلت سابقا أو as I mentioned previously that due to the impact of the Islamic law on our legal system, this area being completely reserved or preserved to the Islamic law, the area of the family ties, the area of the personal status, مسائل الأحوال الأسرة, الأحوال الشخصية, marriage, divorce, inheritance, كل هذه الإرث, الزواج, الطلاق, كل هذه المسائل محجوزة تماما للشريعة الإسلامية. وبالتالي بيقتصر مجال القانون المدني على all the relationship that involving or evolving in the financial activities of the people. So the Egyptian civil law defined the things. يعرف الأشياء, the monies, الأموال, the different patrimonial rights, including the way of the other acquisition, extinguishment, and involved authorities are also covered under the type of relation. إذن القانون المدني رغما عن أن مسائل الأحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية دي محتجزة للشريعة الإسلامية, إلا النتيجة أن هو يهتم ب all the financial assets and all the rights and all the financial and pecuniary rights. لذل هو الأكثر عموما. يعني شوف احنا خدنا منه نصه تماما محتجز للشريعة الإسلامية, ومع ذلك هو يعتبر هو القانون الأكبر أو القانون الأب. The Egyptian Civil Code, القانون المدني بقى الذي ينظمه code والcodification أو code or the existing of any code, this considered يعني one of the main characteristics of any civilian legal system. واحدة من الخصائص الرئيسية في أي قانون مدني أن أنت تجد حاجة اسمها الكود المدني. والكود المدني عندنا في مصر بيتكون من أكثر من 1100 مادة, بينقسم إلى preliminary chapters, باب تمهيدي, followed by main three books, متلو أو مطبوع بثلاث أبواب رئيسية. الباب الرئيس يتحدث عن rules relating to the conflict of law between different states, مجموعة قواعد تنازع القوانين عندما تتنازع conflict of laws, تنازع القوانين عندما تتنازع القوانين, which law will be applied in a particular case or governing a particular case, أي قانون سوف ينطبق, which jurisdiction will be having the authority over a certain case, أي نظام قضائي سوف يختص, capacity of the person, أهلية الأشخاص,
فكرة abusing of right، فكرة التعسف استعمال الحق، فكرة the juridical person، فكرة الأشخاص الاعتبارية، classification of things and properties، تقسيمات الأشياء والأموال. كل ده في الباب التمهيدي. بعد كده نجد في ثلاثة الأبواب الرئيسية نتحدث عن ثلاثة مواضيع، هي أولا firstly obligation، الالتزامات اللي هو rights in personam، الالتزامات الشخصية، ودي نظرية الالتزام اللي احنا هندرسها مع بعض، theory of obligation عفوا، ان احنا ندرسها في الفرقة الثانية بمشيئة الرحمن، هو second grade. Then nominated contracts، العقود المسماة، العقود such a contract that been regulated by the Egyptian civil codes due to the its popularity in the practical life، نتيجة لشيوعها في الحياة العملية، العقود المسماة. Rewrites، العقود أو الحقوق العينية وتقسيمتها، right and rem and accessories right and rem، الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية. كل هذه المواضيع يغطيها القانون المدني، وفي حقيقة الأمر مواضيع في غاية التعقيد، وسوف ندرسها تباعا في الفرق المتوالية المتتالية، سواء في second grade، third grade، fourth grade. التقسيم الثاني لل private law هو commercial law، القانون التجاري، وهو driven from or divided or been taken or been stemmed from the civil law. The commercial law is the set of legal rules regulating commercial dealing، commercial activities، ينظم العلاقات التجارية. أيضا the commercial law determining who bears or who's qualified to bear the title of merchants، من الذي يحمل وصف تاجر. The acts of trade، العمليات التجارية والمعاملات التجارية. The obligation of merchants أو merchants، التزامات التي تقع على كاهل التجار، التجاري في غاية الأهمية. Maritime law، قانون البحري، اللي بينظم the maritime law، the set of legal rules regulating the relation related to the maritime navigations، قواعد الملاحة البحرية. The ship، selling the ship، mortgaging the ship، all the activities of the ship، قواعد بيع السفينة، رهن السفينة، كافة المعاملات التجارية التي تتم على ظهر السفينة. The emergence of the maritime trade code as a separate branch of the civil code، هنا أؤكد على أن القانون البحري ومشتقاته هو أيضا اشتق derived from stemmed from the civil code. أيضا the aviation law، قانون البحري، وكما أن السفينة أو the ship the pivotal or the cornerstone of the maritime law، you may find that the airplane or the is considered or the aircraft is considered the cornerstone of the aviation law. So the aviation law the set of legal rules regulating air navigation، ملاحة الجوية، قواعد الملاحة الجوية، نتيجة increasement or increasing the use of the aircraft، أهمية الطائرة، selling the aircraft، buying the aircraft، mortgaging the aircraft، إيقاع بيع الطائرة، رهن الطائرة، شراء الطائرة. أيضا it's been driven from the Egyptian civil code. The labor law، قانون العمل. The labor law the set of legal rules regulating the hard labor relation between employee and employers، قواعد التي تحكم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، التي تنظم الـ fixing، which regulating the fixing working hours، أوقات العمل، resting time، annual vacations، a minimum wage، organization of working of the syndicate، organizing the work of women and children، قواعد التي تنظم عمل النساء، عمل الأطفال،
the health insurance, the social health insurance, قاعدة التأمين الاجتماعي والصحي بالنسبة لهؤلاء العمال. Also, the labor law being driven from the civil law. In addition, the labor law provides for the punitive measures against workers and control the power of manpower or employer to impose penalty against the workers. القاعدة التي تنظم كيفية تطبيق العقوبة من أرباب الأعمال على العمال. أيضا تنظم they organize the collective labor relations through trade unions, employers, joint labor contract, and provide the procedure for conciliations and arbitration. قواعد التي تنظم أو التي تحكم أو التي تحكم منازعات العمالية سواء كانت منازعات فردية جماعية سندكاتس نقابات كل هذه المسائل وكل هذه المواضيع معني بها أيضا قانون العمل civil and commercial procedure law. لو نتذكر في public law لما كنا بنتكلم عن criminal law وقلنا being divided to two portions or two subtitles or substantive and procedural, we were talking about the criminal procedure. And as we have a very reserved area for the criminal procedures, we have a very distinguished area for the civil and commercial procedure law. زي ما عندنا مساحة إجرائية للقانون الجنائي، ما احنا أيضا لدينا مساحة إجرائية للقانون المدني والتجاري. يعني في إجراءات جنائية وفي إجراءات مدنية وتجارية. يبقى لما بنتكلم على procedural law you have to set the distinction between the criminal procedural law and the civil and the commercial procedural law. وفي الواقع civil and commercial procedural law أقدم من the criminal procedural law. عشان كده civil and the commercial procedural law has shed its light upon the criminal procedural law. يعني الأصل هو civil and the commercial procedure. وفي حالة وجود أي نقص في the criminal procedures بنلجأ على طول resorting to the civil and commercial procedure. طيب civil and commercial procedural law is the set of legal rules organizing the procedures to be followed before judicial bodies when resorting to them to enforce the substantive code irrespective of the disputes questions. The previous definition indicates that unlike the other branches of private law whose substantive rules define the rights and duties على عكس فروع القانون الأخرى التي تتحدث substantively موضوعيا the procedural code is an adjective or procedural law. It is considered the adjective code because its rules describe the methods and procedures to be followed for enforcing the substantive provisions. هنا قواعد الإجراءات المدنية والتجارية هي التي تحدد كيفية تطبيق القواعد الموضوعية سواء في القانون التجاري في القانون المدني في القانون العمالي في قانون الملاحة البحرية في قانون الجوي. The procedural law also defines the types and different degree of courts. في خصوصية هنا كمان في قانون الإجراءات المدنية أو قانون رفعات المدنية والتجارية أنه يتحدث عن نظام المرفق القضائي بقى حدد degrees of courts درجات التقاضي طريق تكوين المحاكم the system of appointing the members of the judiciary and their assistants نظام تشكيل المحاكم the questions are related to them such as immunity حصانات القضاء ways of appointing and dismissal further the law showed the code suits are filed to be examined by the court and defined the jurisdiction of court of different degrees اختصاصات المحاكم اختصاص النوعي اختصاص الجزئي كل هذه المسائل قانون
civil and the commercial procedures a very broad law, قانون متسع للغاية وقانون في غاية التعقيد وزي ما قلت لحضراتكم هو أصل القانون الإجرائي. بعد كده بنتحدث برضو من فروع القانون الخاص the private international law. ده حتى القانون الخاص ما سابش المجال الدولي إلا ما تحدث فيه. But not publicly زي ال external public law زي القانون الدولي العام. لا privately القانون الدولي الخاص الخاص خاص وفي خاص دولي وفي عام دولي في قانون عام دولي وقانون خاص يس يس هنا حنشوف the private international law also the set of legal rules governing the relation including a foreign elements by indicating to the competent court to hear relevant cases and the law to be enforced. قانون الدولة الخاص هو القانون المعني بوجود العنصر الأجنبي الشخص الأجنبي foreign elements في هنا بقى عنصر أجنبي لكي يحدد المحكمة المختصة أو المحاكم المختصة والقانون واجب التطبيق. يعني كلام ده يعني في العلاقات بين الأفراد أول ما يوجد عنصر أجنبي تجد هنا تدخل للقانون الدولي الخاص. على سبيل المثال أي علاقة علاقة عمل، علاقة بيع وشراء، علاقة من علاقات الأحوال الشخصية زواج وطلاق، علاقة عمل شركة أمريكية وعامل مصري أو foreign elements American corps or American companies. طيب زواج an American husband and Egyptian wife, a Saudi wife and Egyptian husband, زوج مصري وزوجة سعودية عنصر أجنبي, international trade بيع علاقة من علاقات القانون الخاص. تجد على سبيل المثال مثلا international multinational corp شركة متعددة الجنسيات ومشتري مصري وصفقة تعقد في أستراليا. foreign elements as long as the foreign elements exist the private international law arise up. The law addresses the question, شوف القانون هذا القانون معني in which legal jurisdiction may a case be heard, في أي محكمة أو أي محكمة مختصة بسماع هذا النزاع, تحت أي ولاية قضائية يمكن أن يسمع هذا النزاع. A law concerning which jurisdiction, القانون واجب التطبيق. The issue in the case, وقع هذه القضية. ده القانون ال private international law. Those above mentioned paradigm raise question of the state on the state what court will be competent to hear the possible will be the court will be competent to hear the possible dispute concerning the relation having the foreign elements. يبقى قانون الدولي الخاص لا يتدخل إلا في حالة وجود عنصر أجنبي يحدد الاختصاص القضائي النظام القضائي الواجب التطبيق نظام القانون الواجب التطبيق وأي محكمة تختص بنظر هذا النزاع.